بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم جوهرة الشكر. الشكر هو أغلى منازل السالكين في طريقهم إلى الله تعالى. الشكر هو ثمرة رضا العبد بما قسم الرب. الشكر نصف الإيمان. الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، وكما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. آية اليوم اللي بتحمل جوهرة اليوم وهو الشكر في قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية الكريمة أمر من الحق تبارك وتعالى لعباده بدوام شكره، بشكر الله على ما أنعم عليهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وكانوا أهل العلم يسمون الشكر، من قيمة الشكر ومن خطورة الغفل عن شكر الله تعالى، يسمون الشكر بالحافظ لأنه بيحفظ النعم، وبالجالب لأنه بيجلب النعم المفقودة. الشكر بيديم النعم وبيزدها، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومعنى الشكر في لغة العرب، يعني في اللغة الأول قبل الاصطلاح في اللغة، هو الاعتراف بالمعروف والثناء على فاعله. إنك عارف إن فلان ده عمل لك حاجة فأنت بتثني عليه لأنه أسدى إليك معروفا، وهو زي ما بنقول لا يكون إلا في مقابلة نعمة أو معروف أو جميل قدم إليك. ومعنى الشكر شرعا هو صرف العبد كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليه في طاعته، وصونها كذلك عن صرفها في المعصية. والله سبحانه وتعالى هو الشاكر الشكور، لذا وجب على الخلق أن يديموا شكر ربهم سبحانه وتعالى بأن يصرفوا جميع النعم فيما يعني يرضيه سبحانه وتعالى. فهو الشاكر الشكور، شكور صيغة مبالغة كما وصف نفسه في كتابه العزيز. ومعنى الشكر في حقه سبحانه وتعالى يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى الشكور الشاكر، يجازي على القليل من الأعمال بالكثير من الثواب، فيعطي الكثير من الثواب على القليل من العمل الخالص. ومش كده وبس، بل وبيضاعف لهم الجزاء ويعفو عن كثير من الزلل، فيشكر عباده بهذا الحال ويشكرهم كذلك بمغفرته سبحانه وتعالى له. ورد في بيان يعني أو ورد في السنة النبوية المطهرة ما يبين هذا المعنى في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. يعني هذا الكلب أعزكم الله شعر بذات العطش الذي شعرت به، هكذا كان يحدث نفسه، فنزل مرة أخرى إلى البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ملأ الخف بتاعه ومسكه أمسكه بفيه وصعد بقى من البئر فسقى الكلب، فشكر الله له
فغفر له. يجازي الله سبحانه وتعالى الشاكر الشكور على العمل القليل بالجزاء العظيم سبحانه وتعالى، فهو الشكور. فبيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وجملة فشكر الله له إنه سبحانه وتعالى رضي منه ذلك العمل، شعوره وإحساسه بهذا الحيوان، بهذا الكائن الضعيف الأعجم الذي لا يستطيع أن يتكلم، لكنه شعر بهذا الكائن اللي مع هذا الحيوان، وشعر بإحساس العطش عنده. فهذه الرحمة رضي الله سبحانه وتعالى منه ذلك الفعل وجزاه عليه. فالله تعالى هو الشكور الذي يعطي الكثير والكثير من الثواب على القليل من العمل الخالص. أقسام الشكر. أحسن وجوه الشكر زي ما قلنا قبل كده لنعم الله عز وجل، إنه لا تستعمل نعمه في معصيته، بل يستعمل النعم في طاعته، لأنه ربنا خلقه مش عشان يعصيه بالنعم اللي ادهاله، إنما خلقك وحباك بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى لتكون سبيلا إلى طاعته بها، تاخدها سبيل لطاعة الله مش تاخدها سبيل لمعصية الله. فالإنسان دايما دوما إحنا على طول ملاصقين لعبادة الدعاء، يدعي ربنا. الدعاء اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه، وهو ضمن دعاء طويل، لكن هناخد المقطع الخاص بالدعاء بقوله اللهم اجعلني لك شاكرة، اللهم اجعلني لك شاكرة. فالإنسان يسأل الله إنه يجعله من أهل الشكر. وكمان الدعاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى أنا بسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للطاعة. أصل الشكر طاعة وذكر الاثنين، طاعة لله لأن احنا مأمورين بشكره، وفي نفس الوقت هو ذكر لله سبحانه وتعالى. فإحنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وييسر لنا أن نكون من أهل الشكر. واللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الدعاء كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ أن يقولها خلف كل صلاة، فنقولها نحن كذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام خلف كل صلاة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حتى ييسر الله لنا ذلك وأن نكون من عباد الله الشاكرين ونوفق دوما إلى هذا الحال. لذا قال العلماء بأن شكر العبد يعني لخالقه على أقسام. في شكر اللسان، وشكر اللسان ده هو إنك ما تستعملش الجارحة دي، جارحة اللسان، في غير طاعة الله وفي غير الثناء عليه، تستعملها في طاعة الله وفي الثناء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك إذا استقمت، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. يعني تكفر اللسان، الجوارح بتكلم جارحة اللسان، عضو اللسان، جميع الجوارح تكفره، يعني تنزله منزلة الجاحد إذا عصى الله بهذه الجارحة. لأن من معاني كلمة الكفر الجحود، مش كلها المخالفة في الاعتقاد لكن ليها معنى برضو الجحود. فهي تنزله منزلة الجاحد الذي لا يشكر خالقه على هذه النعمة بأن يصرفها في طاعة الله، فلا يتحدث إلا بكل خير. كذلك من أقسام الشكر شكر القلب، وهو ألا تشغل القلب بغير الله سبحانه وتعالى، وألا تشغل القلب بغير معرفة الله، لأنه كل ما تعرف ربك كل ما تسير على الصراط المستقيم. وتنظف القلب بقى، ما هو القلب اللي يبقى ملآن مشغول بمولاه صعب قوي أنه يحقد ويحسد ويريد الضغينة ويضمر الضغينة ويريد الشر بالخلق. القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ورد في الحديث من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنبه صلى الله عليه وسلم على أهمية أمر القلب والعناية به. أنت مشغول بإيه؟ قلبك ده مشغول بإيه؟ مشغول بطاعة ولا مشغول بمعصية؟ لابد أنه يتنظف دايما مما سوى الله، ويبقى مقصودك في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وانت كده بتسأل الله أن تكون من الشاكرين، وانت كده مستشعر بالقلب نعم ربنا عليك، وقد إيه أنت مفتقر إلى عطائه دائما أبدا، فتتحقق في مقام العبودية لمولاك. القلب ده قائد الجوارح، ينصلح بصلاحه جميع الجوارح وتفسد بفساده. من أقسام الشكر شكر البدن، وهو إنك ما تستعملش جوارحك إلا في طاعته، غض البصر، كف الأذى، عدم السعي في المحرمات، وإن يعني تصرف كل نعم ربنا عليك في طاعته. وجاء في الصحيح إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنه كان يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه الشريفتان. وده وارد عن المغيرة ابن شعبة، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني المعنى أن ربي أكرمني بنعمه وغفرانه، أفلا أكون شاكرا عطاياه وإحسان المولى طالبا للمزيد منها. يمكس النبي عليه الصلاة والسلام يثني على مولاه، يذكر مولاه، وهذا شكر لله سبحانه وتعالى. ولنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أنواع الشكر شكر المال. المال ده لازم كل حاجة أنا بأنفقها أفكر أنا هذا الإنفاق في طريق رضاه ولا في غير ذلك. وإنه كذلك مع تدبير، يعني الإنسان بيدبر نفقاته، لكن يفكر أنا بصرف في إيه، أنفق في إيه. ولازم أبقى عارفة وعارف إنه هذا سأسأل عنه، زي ما كل نعمة الإنسان بيتنعم بيها في دنيا سيسأل عنها يوم القيامة، فليعد للسؤال إجابة. أكون كمان أأدي زكاة المال ده، أأدي زكاة المال، سأسأل عن ذلك. كذلك ما أقفش عند الزكاة بس وهي الشيء المفروض على الإنسان في المال، ولكن أتصدق في المال، إن في المال حقا سوى الزكاة. يعني الإنسان ما يقفش بس عن الزكاة ويتصدق قدر طاقته. المال نعمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمة كبيرة. ويا سلام لما تكون للصالحين، لأنه عارف كل حاجة، كل قرش، كل إنفاق سينفقه أين سينفقه، وعارف أنه ما ينفعش يرمي الفلوس رمي، لأنه هذا الإنفاق وسيسأل عنه يوم القيامة. وهو وارد في المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه سيدنا رسول الله بيقول لسيدنا عمرو بن العاص، يا عمرو نعم بالمال الصالح للمرء الصالح. يعني نعم المال الحلال للإنسان الصالح الذي ينفقه في طرقه وفي أوجهه المباحة، في قضاء حوائجه، في ذوي بينفق على ذوي رحمه وأقاربه الفقراء، بينفق في أعمال البر، كذلك بينفق في أوجه طيبة كثيرة ومتنوعة. لذلك بيبقى محمود جدا أن يكون المال الصالح للرجل الصالح أو بين يدي الرجل الصالح. لكن برضو ورد التحذير من عدم القيام بحق المال. حق المال ده أنا بشوف أنفق إيه، أبواب الإنفاق بتاعتي، أبواب صالحة ولا طالحة، ترضي الله ولا تغضب الله، ولابد أني أركز في ده، لأنه نعمة من النعم التي سأسأل عنه. وارد في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عملت إيه في حياتك التي منحت لك في دنياك، وعن علمه فيما فعل، والعلم اللي اتعلمته عملت بيه ايه.
نفعت وانتفعت به ولا ضيعته، ولا عشان يقولوا عالم، ولا عشان يقولوا عنده علم وعنده علوم وعنده معارف. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ياه، يعني أنا هتسأل؟ أيوه هتتسأل. الفلوس دي جات لك من طريق حلال ولا من طريق حرام؟ وأنفقتها باعتدال فيما يرضي الله ولا فيما يغضب الله؟ وكذلك يسأل عن جسمه فيما أبلاه. كل دي نعم سنسأل عنها يوم القيامة، فلنعد لكل حاجة الإجابة بتاعتها من الآن بأفعالنا وتصرفاتنا واختياراتنا التي نقوم بها في دنيانا. من أنواع الشكر كذلك شكر الناس، وحسنا الشرع الشريف على شكر الناس. وأولى الناس بالشكر، أول حد نشكره الوالدين، الوالدان، فقد قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والمعنى أن اشكر لي نعمي عليك، كل النعم اللي أنا حبيتك بيها، ولوالديك اللي قاموا برعايتك وكان في رعايتك مشقة تحملوها في تربيتك وإنت صغير حتى كبرت واشتد عودك واستحكمت قواك، كل ده بأن منحك الله الوالدين، فجعل الله شكرهما عقب شكره سبحانه وتعالى. وهما من أول الناس الذي يجب على الإنسان أن يقوم بالشكر إليهما. الشكر هنا مش بس بالكلمة الطيبة، وبالإحسان إليهما وبرعايتهما، وبالذات عند الكبر، والقيام بحق الوالدين بالدعاء وبالكلمة الطيبة وبرعاية الوالدين، وبالإنسان يجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما. اللي عايش منهم معاه يقوم بكده، من انتقل منهم يدعو لهم بالرحمة ويصنع لهم من الخير ما يستطيع، ثم يهب ذلك الثواب لهما أو لأحدهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الشاكرين لآبائنا وأمهاتنا. وبين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنه على المسلم أن يشكر من أسدى إليه معروفا. كل اللي أملك بجميل أو بمعروف أو بموقف لطيف أو وقف جنبك في حال أنت كنت فيه أو سدد عنك حاجة، لابد أن تكون شاكر لمن قام أو قام إليك أو سدد إليك معروف، لأن ده وفاء وعرفان بالجميل. ورد في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلازم الإنسان إنه يقوم بشكر الناس ويسدد إليهم الشكر، كما هو وارد في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يقوم بأداء وبإسداء الشكر للخلق جميعا، مش الناس تعمل لك المعروف عندك عادي، يعني كأنه الناس يعني كأنه واجب عليهم. في ناس بتعمل كده، بتتعامل كده وكأن الناس واجب عليها تقوم لك بهذا المعروف. نعم، احنا مأمورين بان احنا نساعد بعض ونقف جنب بعض ويعين بعضنا بعضا على القيام بالمهام في هذه الدنيا، لكن على الأقل كلمة الشكر، وأن تكافئ اللي أملك بهذا المعروف، تكافئه بهذا الحال. قدرت انك تكافئه تكافئه، ما قدرتش تكافئه فتدعو له بظهر الغيب على أنه قام إليك وسدد إليك هذا المعروف، أو أعانك على شيء، ساعدك بشيء مادي أو بشيء معنوي، أو أنت عارف أن فلان ده يقوم بالدعاء إليك، أو أنه بيساعدك في أي مجال من مجالات الحياة. لابد من الشكر وتوجيه الشكر لمن قام إليك بهذا المعروف. وكمان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعدين إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الإنسان يجتهد دايما، قدرت أكافئ الشيء بمثله كان بها، ما قدرتش يبقى على الأقل أدعو لمن قام بهذا المعروف وأدعو له بظهر الغرب دعاء عظيما شكرانا له على ما قام به في حقي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل الشكر دائما أبدا، اللهم آمين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الكلام أحب إلى الله تعالى؟ قال: ما اصطفى الله تعالى لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده.